الأمومة والطفولة. اليوم تغيب علينا نسرين ماشطة، رئيسة خلية الرضاعة الطبيعية في الجزائر، لكن عودناها اليوم بسي أحمد ناسمة، متخصصة في رعاية حديثي الولاية والخدج، حاضرة معي اليوم في الأستوديو للحديث عن الاحتياجات الرئيسية للرضع حديثي الولادة. صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير فريال، صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا الحديث تاعنا اليوم عن الأطفال كيكونوا هذاك وين زادوا، هذاك وين بداوا مشوار حياتهم إذا صح القول، أكيد عندهم الكثير من الاحتياجات لي بوزوان تاعهم، نهضروا عليهم اليوم. تري بيان، الوغ وي كما قلتي فريال، اليوم رايحين نهضروا على الاحتياجات تاع هذا الطفل المزيود جديد اللي جا للدنيا ومازال ما يعرف حتى حاجه. الوغ راهو اونتوري بلا مامون تاعو، لو بابا، بوتيتغ سي فرير، لي ممبر دو لا فامي، ونلاحظوا كل واحد عنده ان رول اللي لازم يديرو، والدور الاساسي يعود الى الام، يعود الى الام والاب كذلك. باسكو ميم الاب راهو اون كونتاكت افيك لوي ويعاون يماه، الوغ في زوج عندهم دور في رعايه هذا المولود. قبل ما نبداو جو بريفير نقول وشنو المولود هذا الجديد. تفضلي. من وقتاش يبدا، من وقتاش تبدا هذه المرحله؟ الوغ تبدا من اليوم الاول حتى 28 يوم. هذا هو حديث الولادة. هذا هو حديث الولاده، باسكو عنده دي كاركتيرستيك، هذا لو نوفو ني عنده خصوصيات، عنده خصوصيات يكون يكونوا فيه. الوغ حنايا اون فا سادابتي على حسب هذو الخصوصيات وعلى حسب لي بوزوان، يتطلب تعامل خاص، خاصه انه هاد الخصوصيات تختلف من طفل لاخر. اكزاكتومون، بصح كاينين خصوصيات مشتركه في كامل التعامل، يكون حساس في هاد الفتره. اكزاكتومون. دركا شغل نتخيلوا اون مامون جديده هكذا عندها لاول مره، لاول مره ندو وحده جديده، ندو وحده جديده عندها ان نوفو ني، يبكي. هو البيبي هذا واش يعرف غير يبكي؟ النوفو ني يعرف يبكي برك. اول لو برومي ريفلكس اللي يجيها في راسها علاه يبكي؟ باسكو راهو جيعان. صح يقدر يكون جيعان، مي ثاني يقدر يكون سبب اخر، سبب اخر. الوغ ويقدر ما يكون حتى سبب للبكاء، ويقدر يكون ما يكون حتى سبب جوستومون. وهنايا لي مامون يطيحوا مالوغوزمون في لو الفخ، في الفخ تاع راهو جيعان، ما كفانيش الحليب، ما عنديش الحليب، ماهوش يشبع، حليبي ماشي مليح، هذوك الافكار الشائعه اللي مالوغوزمون باغ لو مونك دو كونيسونس تاع لي مامون اللي يطيحوا في هذايا الفخ. واش دير لا مامون؟ تروح ديريكتومون تمدلو الالتيرناتيف اللي هو الحليب الاصطناعي، الوغ كو بالك هذاك لو بيبي ماشي هذا هو لو بوزوان تاعو، راهو محتاج حاجه واحده اخرى، حنا ديناه في طريق كامل واحد اخرى، ومن بعداك نولوا في لا كونفيزيون والبيبي يوالف لو بيبغون وينكر الحليب تاع يماه، وهذه حاجه بزاف، حاجه بزاف اساسيه الرضاعه الطبيعيه، حاجه بزاف اساسيه. اذا من الاحتياجات الاولى هي الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه، الحليب تاع يماه اللي رزقوا به ربي واللي هضرنا عليه في القرآن الكريم لمدة حولين، وحنا من خلال هذه الفقرة نسلطوا الضوء في كل مرة مع نسرين ماشطة وأيضا بعض الخبراء والأطباء اللي يجيبهم لنا نسرين في كل مرة، مشكورة على ذلك. لكن اليوم خلينا نسلطوا الضوء على الاحتياجات الأساسية للطفل ونرتبوها، نرتبوها من الأهم ربما الأقل أهمية، ولو أنه يعني تتساوى، يعني ما كاش عنصر أقل أساسية أهمية من الآخر. ديجا يقول لهم احتياجات أساسية. ألوغ من بين الاحتياجات الأساسية اللي هو الغذاء اللي على جالو يبكي لو بيبي. الغذاء كي نهضروا على الغذاء نهضروا على الرضاعه الطبيعيه، رغم انه كاين رضاعه اصطناعيه، بصح دوكا نهضروا على الرضاعه الطبيعيه. سي تري امبورطون، احنا لا مامون يترضع بصح وي البيبي تاعي راهو يرضع، بصح اسكو راهو يرضع بيان؟ هادو هما التساؤلات اللي لازم نطرحوهم. اسكو راهو يرضع بيان؟ اسكو راهو يرضع افيكاسمون؟ باغ اكزومبل اون مامون راهي ترضع وليدها، يرقد بوندون لا تيتي،
يرقد خلال الرضاعه، يرقد خلال الطبيعية. يرقد خلال الرضاعه، يزيد شويه ينوض، يبدا يبكي، ما ترى هو ما رقدش بزاف ديجا لو سومي تاعو راهو شغل متذبذب، يعني راهو متذبذب، ما خدش هذاك الوقت الكافي من النوم باش يدخل في لو سومي بروفون تاعو، باش يستفاد من لو سومي تاعو. الوغ كاين مصطلح بالفرنسية يعيطوا له لو سومي ريباراتور. اكزاكتومون. الوغ علاش ما نديروش اون تي تي افيكاس اللي هي دوك نعرفوها. لا تي تي افيكاس اللي هو يلفو فيدي لو سان، il faut vider pour aller à l'autre sein. Il faut vider le premier sein. Il faut vider le sein. وباش نعرفوا بلي كي سي فيدي لو سان ما نقدروش نشوفوا ولا سي ان كار دور، سي انفيرون ان كار دور 20 مينوت بار شاك سان. ومن بعدك باش نروحوا للجهه الاخرى ديجا لو بيبي هذا لو نوفو ني راهو يدي كامل الحليب، كامل حليب الام، باسكو الحليب راهو يتغير من في البداية تاع الرضاعة، وسط الرضاعة، حتى الآخر الرضاعة. فقط نستكمل إذا وصلي فقط سمحي لي. أوكي. نروح إلى أيضا النوم. النوم من الاحتياجات الأساسية للطفل. نعم، النوم من الاحتياجات الأساسية في الطفل، وحبيت نربطه مع الرضاعة الطبيعية جوستومون. هذه الفكرة اللي كنت نهضر عليها، لو بيبي كي دي لا تي تي إفيكاس معناتها شبع، معناتها راهو دا كامل الغذاء تاعو، الوغ يدخل في هذاك النوم العميق. اذا كان البيبي اذا كان البيبي راهو يرضع ورقد، يلفو لو ريفيي، لازم نوضوه باش يكمل الرضعه تاعو، والام تركز معاه باش يكمل الرضعه تاعو، باش كي يرقد شبعان يكمل هذيك الرضعه تاعو. داكوغ، هكذا باش يدخل في النوم العميق. كاينه ثانيك نقطه واحده اخرى اللي من اهميه الرضاعه الطبيعيه، اللي هو الام تفرز الهرمون الميلاتونين. هذه الهرمون بزاف مهم وتفرزوا في الظلام، يتسمى سي امبورطون لا مامون كي تكون ترضع يكون لي فيوز ما يكونوش مشعولين. علاه؟ باسكو هذا الهرمون يساعد هذا الرضيع باش يدخل في النوم العميق. العميق اكيد هذه النقطه نواصلها، لكن فقط الان نتوقف عند بعض الصور اللي ترصدها لنا بعثه الشروق نيوز من الكاميرون، مباشر لوصول اول المناصرين الى الملعب لمشاهده او متابعه مباراه المنتخب الوطني اللي يجمعوا مع كوت ديفوار اليوم. نشاهد. إذا مشاهدينا، هذه الصور لمجموعة من المناصرين اللي ترصدها لنا كاميرا تلفزيون الشروق النيوز مباشرة من دولة الكاميرون. إذا ساعات قليلة قبيل بداية المباراة الحاسمة. إذا مشاهدينا نشاهد هذه الصور. معنا مشاهدينا حسام فضيل احد مفيدي تلفزيون الشروق الاخباريه الى الكاميرون. اذا حسام صباح الخير، مرحبا بك معنا، معك مناصر جزائري من الكاميرون، تفضل. صباح الخير فريال، وصباح الخير لكل متابعي قناة شروق نيوز. نحن الآن متواجدون هنا بمطار دوالا في انتظار وصول مناصري المنتخب الوطني. حوالي 150 مناصر سيصلون هنا إلى دوالا لمؤازرة المنتخب الوطني في المباراة المهمة أمام كوت ديفوار. معنا أحد المناصرين، مرحبا بك. مرحبا بك، مشكور خويا. من وين جيت أخي؟ ولاية البوليدة. كيفاش كانت الرحلة وكيف؟ بون، الرحله كانت صافا لاباس، اللي دامت 4 سوايع ونص، ديمارينا على 4 تاع صباحا وهذا وين لحقنا. اجراءات كانت هنا الحمد لله، درنا التاس وخرج كلش صافا الحمد لله. كيفاش تشوفوا مباراه اليوم، مباراه كوت ديفوار، مباراه مصيريه؟ بون، حنا تنقلنا لهنايا خاطر شفنا المنتخب الوطني راه محتاج جماهير، تنقلنا هنايا باش نمدلو لهم كاع الدعم وان شاء الله نفوزوا بالمقابله. ان شاء الله يا ربي. تتوقع النتيجه؟ 2-1. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. ان شاء الله.
كما كنتم تشاهدون فريال، هذا أحد المناصرين. معنا مناصر آخر، مرحبا بك أخي. مرحبا بك خويا. من أي ولاية؟ من ولاية واد سوف. كيف كانت الرحلة؟ الرحلة كانت ممتعة، وبعض الأنصار يعني صنعوا الفرحة في وسط الطائرة، ونتمنى إن شاء الله الفرحة تدوم إلى اليوم إن شاء الله بنجاح فريق الوطني وتأهله إلى الدور الثاني. إن شاء الله نكونوا فعل خير على الفريق الوطني، واللي دارها ربي إن شاء الله مرحبا بها. يعني بعد وصولكم الان الى المطار، وش هو البرنامج تاع اليوم حتى يعني دخول الملعب؟ احنا يعني حضورنا هنا في هذا المطار يعني هدف تاعنا هو تشجيع الفريق الوطني والتنقل مباشره الى الملعب، ومن بعد معناتها يجبونا الاكل الفطور، ومن بعد نقوم وندخل الملعب نشجعوا الفريق الوطني، وان شاء الله كي نربحوا ولا ما ربحناش هناك طائره يعني تنتظرنا للعوده الى الوطن ان شاء الله. ان شاء الله. شحال تتوقع نتيجه اليوم مباراه كوت ديفوار صاحب المرتبه الاولى؟ مقابل صفر ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تحيه يعني للمناصرين الجزائريين من هنا. نقول لك حاجه، احنا الجزائريين كما يقول لك يعني عندنا كره القدم في الدم، ونتمنى ان شاء الله كل الجزائريين اليوم يوقفوا مع الفريق، وخاصه الجمهور الموجود هنا بالملعب في الكاميرون، وان شاء الله يكون فعل خير ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. نعم فريال، كان هذا مناصر اخر من اتى من الجزائر. طبعا هنا كل الانصار يمنون النفس بالفوز على كوت ديفوار من اجل يعني التاهل الى الدور الثاني، خاصه بعد التعادل امام سيراليون والهزيمه امام غينيا الاستوائيه. شكرا لك. يعني ورود تفاصيل اخرى يعني شكرا لك حسام، كنت قد رصدت لنا صور وصول بعض المناصرين الجزائريين الى مطار الكاميرون لمؤازره المنتخب الوطني اليوم في هذه المباراه الحاسمه ضد منتخب الكوت ديفوار. كل التوفيق للمنتخب الوطني ومشكور على هذه الصور. اذا مشاهدينا نعود نقول لكم دائما لمواصلة هذا النقاش اللي استهناه منذ دقائق مع نسيمة، كنا نتحدث عن احتياجات الرضيع في بداية حياته. إذا توقفنا عند نقطة مهمة، هي ضرورة أنه يكمل الرضيع الرضعة تاعو من كلتا الجهتين باش يكون النوم عميق ويكون بناء هذاك النوم. إذا نقطة فقط نتوقف عليها لأنه الوقت راهو يداهم فينا. هناك يعني من الشائعات يعني المنتشرة في المجتمع تاعنا أنه يقول لك الطفل عندما يكون يرضع طبيعي ما نوقفهش باش يخرج الغازات الموجودة في البطن تاعو، هل هذا يعني السلوك صحيح ولا خاطئ؟ في رأيي حسب التجربة تاعك دائما، في رأيي أوتون كو بيريكولتريس لوغو معناتها نقرعوه لو بيبي اي لي تري امبورطون، اي لي تري امبورطون. علاش؟ باسكو لو بيبي كي يكون يرضع راهو يلافال ديجا دو لير، راهو يبتلع ديجا الهواء مع الحليب اللي راهو يرضعو، يتسمى سي امبورطون يخرجو. وشنو هو لو ريسك؟ لو ريسك سي كو كي ما يتقرعش ويرقد يقدر يتقرع وهو يراقد، وكي يتقرع راح يصطحب كميه من الحليب اللي راح تجيه في البلعوم تاعو، وتقدر دير له انفوس غوت معناتها تروح له عبر تخرج عن المسار اكزاكتومون تروح للمسار ان يختنق الهواء ويصراو بزاف. يجو دي مامون هكذايا تقول لك زراق لي تخنق، خرج له الحليب من فمه من نيفو وهو راقد ما فهمت والو. يعني هذا واش نعيطوا له متلازمه الموت المفاجئ لا مور سوبيت؟ يقدر يكون يقدر لو بيبي يموت على جال اون فوس غوت بيان سور، سي فريكون شغل تصرا، هذه تصرا فوالا. Alors je trouve que c'est nécessaire, le rôle il est nécessaire. هذا فيما يخص اتمام الرضاعه بالنسبه للنوم الطفل باش يكون يعني باش يكون مليح. ايضا نقطه مهمه توقفتي عنها هي الظلام، لازم الغرفه تكون مظلمه. وي الهدوء، الظلام هضرت على الظلام بارابور الهرمون دو ميلاتونين. علاش؟ باسكو الام تفرزها في الظلام. دايوغ هذا الهرمون يتفرز باش ندخلوا في النوم العميق، والكميه تاع هذا الهرمون
تجوز اترافير لو لي ماتيرنال يتسمى لازم دي كونديسيون بور لا بور لا سيكريتي. ايضا نقطه مهمه دائما فيما يخص النوم، حنا يقولوا لنا يعني الامهات كي تكون الام تكون جديده يجوها الكثير من النصائح للاسف، يقول لك رقديه في الضوء حلي طاقه، شعلي التلفزيون زيدي له باش هكذا يوالف الصوت ويولي يوالف لك، وحطيه مع الجماعه كي تكونوا تقصروا حطيه باش يوالف يرقد في الجماعه. هل هذه النصائح هذه السلوكيات المتداوله في المجتمع الجزائري صحيحه ناسما؟ اليوم حبينا نسلطوا الضوء عليها. شوفي مالوغوزمون بارفوا لي دي كونساي غالطين يدو من اقرب الناس لينا ومن احب الناس لينا باسكو يحبونا يمدوا لنا هكذا نصائح بصح دي فوا يغلطونا. على هذيك ننصح الامهات، لا غالب حنا توارثناهم هذه المعلومات. لا سي بيان هكذا كي يتسماك شغل الام تحس راها اونتوري كاين اللي يعرف قبلها ايتو، بصح الحاجه اللي تشك فيها ولا ما تكونش مقتنعه بها انها جو كونساي لي مامون يسقسوا دي بروفيسيونيل دو سونتي. علاش باش يمدوا لهم الطريقه الصحيحه اللي يتعاملوا بها، يتسمى دون مانيير بروفيسيونيل. إذا نعاودو نقولو لهاد النقطة، كيفاش نوفرو بيئة ملائمة لنوع عميق للطفل باختصار؟ داكوغ، ألوغ عندنا دي زوتي نقدرو نستعملوهم يعاونو لو بيبي بور لا ميزون كونديسيون، معناتها لا ميزون كونديسيون شغل يحس لو بيبي نهيئوه باش يرقد، يكون أن كليما أن أنفيرونمون كالم، وقلتلك هادو لي زوتي تلكو لو كوكون هذايا on peut le fabriquer نخدموه avec des longes يجي comme une bouée يجي comme une bouée وين لو بيبي يحس روحو هو محتوي داخل يصيب وين يحط يديه كلي راهو في كرشيما داير كيما الوضعيه هذيك وضعيه الجنين اكزاكتومون يكون محتوي دايوغ الكبار تاعنا يقول لك البيبي كي يخلعوه يديه ينوض يخلعوا يديه. صح من النصائح القيمه هذه. اكزاكتومون. الوغ هذا لو كوكون يحتويه. يحويه يعني. يحويه اكزاكتومون. وين لو بيبي جي لي روماركي جو لو في او ترافاي افيك سيرتو لي بريماتوري. يعني تمارسي هذا. نمارس هذا لو كوكون جو لو في سوفون بور لي نوفو ني. اي سا ابيز فريمون شغل سي يسون فريمون شغل بيان. كي يكونوا دون زان يكونوا في اريحيه الاطفال. فوالا اكزاكتومون. من بين يعني الامور الاخرى اللي نقدروا نوفروها الاحتياجات الاخرى. لا يعني الاشياء اللي نقدروا نواسوها باش نسهلوا نوم الطفل. يعني بعيدا عن الضجيج اللي هضرنا عليه الضوء. داكوغ، الوغ كاين لاليمونتاسيون تاع لا مامون. لا هذه يعني خليني نتحدث على يعني بالنسبه للهدوء الصوت، هل الغرفه اللي ينام فيها الطفل لازم تتوفر على مجموعه من الشروط، ما هي؟ بيان سور كاين لا تمبيراتور. لا تمبيراتور تاع لا بيس لازم تكون اونفيرون درجه حراره الغرفه تكون 15 à 16 degrés، بين 15 و 16 درجه. البيبي ما لازمش يكون بزاف لابس او بوان وين يسخن فوالا، وما لازمش ثاني ما يكونش على حسب درجه الحراره وايضا الفصل اللي نكونوا فيه. اكزاكتومون ويلبس الملابس يديهم يلبسوا لهم تقاتشر ايضا، ونشوفوا يلبسوا لهم قفازات على مستوى الايدي يقول لك باش ما يخبطش وجهه. اكزاكتومون سي بيان هذوما سي دي زوتي دو بيريكولتور يسون بيان هذوما باش ما سي فري ما يخبطش وجهه. بالنسبه للصوت بالنسبه نكمل اون ايدي نكمل فكره. بالنسبه لدرجه الحراره لو نوفوني سي فري نلبسوا له على حساب الفصل، بصح لو نوفوني راهو يحتاج الحراره اكثر من ادولت، يتسمى سي امبورطون لا بريز دو تمبيراتور في الايام الاولى باسكو هو بارفوا ما يقدرش يعدل درجه الحراره تاعو، الوغ يقدر يدير دي زيبوثيرمي ولا دي زيبرثيرمي، ماشي فورسيمون دو لا فيفر، با فورسيمون دو لا فيفر. يتسمى بالنسبه لتعديل درجه الحراره في الايام الاولى سي اي لي ريكوموندي دو نقيسو لا تمبيراتور
au moins chaque matin pour le nouveau-né. جيد فقط في عجاله وقبل ما نختموا هذا الفقره نظرا لضيق الوقت نتحدث عن نقطه التواصل لا كوميونيكاسيون حنا كيكون عندنا مولود جديد في العائله ننصحوا الام نقولها ما ترفديش خليه يبكي وحتى الام يعني تخاف ترفده ماذا عن اهميه التواصل بين الام والطفل حديث الولاده خاصه انه قعد 9 اشهر في البطن نتاعها تري بيان الوغ التواصل نقطه مهمه جدا وشنو كي نهضروا على التواصل ما بين الام والطفل حديث الولاده ما راحش يكون ما راحش تكون لا ميم كومونيكاسيون كيما انت لي زادولت راح تكون حيكون تواصل مختلف كيفاش راح يكون الوغ التواصل شي لو نوفوني راح يكون اترافير دي جيست اللي رانا نمارسو الام تمارسهم بلا ما تفيق بصح غريزه بصح ما تمدلهمش اهميه بارفو باسكو ما بتيتغ ما تعرفش لامبورطونس تاعهم الاهميه تاعهم التواصل مع لو نوفوني رايح يكون اولا بالملمس يتسمى كي نمسو ديجا راني نتواصل معاه واذا حبيت نطور هذا التواصل باغ اكزومبل جو لوي في دي ماساج هذه طريقه من طرق التواصل معروف يعني عند العائله وهذا ندلكوه الولد قبل ما يرقد اكزاكتومون كاين لي ماساج كاين لو روغار لو روغار اي لي تري امبورطون لو بيبي راهو يحس بهذه الحاجه وراهو يديرها هو دايور يشوف سي فري لا فيزيون تاعو تكون ان بو فلو في لي بروميير جور بصح راهو يشوف لا سيلويت تاع لا مامون تاعو اي تو ورانا حنايا رانا نطوروا ديجا في الحس في الاحاسيس تاعو فوالا وعندنا لو توشي يعني النظر وحتى الكلام نهضروا معاه حتى لو كان حديث ولاده بيان سور لازم نهضروا مع لو بيبي ديجا كي يكون في البطن تاعها يهضر معاه لو فيتوس كي يكون في كرشي امه ديجا لا كاباسيتي اوديتيف تاعو تكون متطوره بيان سور هناك بعض الدراسات تقول لك انه الطفل حديث الولاده يتعرف على صوتين الى فما اكثر يعني الصوتين هو صوت الاب وصوت الام باسكو علاش باسكو يعرفهم يسمعهم بزاف باسكو يسمعهم باسكو ديجا هادو سي دي سون فاميلي تما موالف يسمعهم ديجا قبل ما يزيد فوالا يعطيك الصحة نسيمة سي أحمد هذا القليل من الاحتياجات الكثيرة للطفل إذا نسيمة سي أحمد متخصصة في رعاية حديثي الولاية والخدج كنت سعيدة الولادة كنت سعيدة جدا باستضافتك اليوم نتمنى أنه تكون عندنا مواعيد أخرى من خلال هذا البرنامج ونفصلوا في هذا النقاط أكثر يعطيك الصحة نسيمة الله يسلمك ميرسي أفو يعطيكم الصحة أنتم وشكرا على الاستضافة كان لي كان لي الشرف باش نكون معكم والشرف كان اكبر بالنسبه لنا شكرا يعطيك الصحه اذا مشاهدينا نتواصل متواصلون معكم لغايه الساعه 10 من نهار اليوم فقط نتوقف عند فقره زابينغ ثم لنعود